طيب يلا بنستخدم نظام التعويض لحل المعادلات. طبعا واضح انه هنا صاد في المعادلة رقم 2 موضوع القانون بكل سهولة، اذا على طول بروح معوض هذا المقدار وين مكان صاد في المعادلة الاولى، فبصير هيك المعادلة س زائد 3 في س ناقص 4 يساوي 12، يعني س زائد 3 س ناقص 12 يساوي 12، اجمع 12 للطرفين وجمع السينات مع بعض بيطلع لنا 4 س يساوي 24، ومنها س تساوي 24 على 4 تساوي 6. نرجع بنعوض قيمة س في المعادلة هذه اللي هي اللي حطيناها بالرواز اللي عوضنا فيها، فبصير ص تساوي 6 مكان س ناقص 4 ويساوي 2. إذا الزوج المرتب تاعي رح يكون 6 و2. هيك بكون خلصنا حل السؤال على السريع. لاحظ كيف هو سريع ترى. نيجي نحل هذا السؤال، استخدم طريقة التعويض حل هذا النظام. هون لما بتيجي معي كسور ممكن تتعقد المسألة، فأنا بدي أعلمكم على حيلة بسيطة جدا نتخلص من الكسور. شوف هون عندي نص صاد وعندي ثلث سين. طب إيش هو المضاعف المشترك الأصغر لاثنين وثلاث؟ المضاعف المشترك الأصغر للعددين اثنين وثلاث، هذا زي اللي كنا نوحد مقامات. أتوقع لو ضربنا هون في ستة وضربنا هون في ستة وضربنا هون في ستة، لأن في المعادلات إذا ضربت في عدد لازم تضرب كل الأطراف في العدد، كل الحدود وكل المقادير اللي معاك في المعادلة في نفس العدد. يلا اختصر، على 2 فيها 1 2 فيها 3، إذا هاي بتصفي 3 صاد. اختصر هون 3 فيها 1 3 فيها 2 صارت زائد 2 س يساوي 36. هاي صارت المعادلة الأولى تحولت من كسور إلى أعداد صحيحة. بتسهل علي الحل صراحة. هون 36 ناقص 2 س يساوي 3 صاد. هذا اسميها المعادلة رقم 2. إذا أنا عدت كتابة السؤال غيرت النظام شكله خليته أبسط نوعا ما. طيب إيش رأيك نخلي في المعادلة الثانية صاد موضوع القانون، قسم على 3 قسم على 3 قسم على 3، هاي أسهل طريقة. إذا إيش راح تصير عندك؟ 36 على 3 فيها 12 ناقص 2 على 3 س يساوي صاد. هاي هي التعويضة اللي أنا بدي إياها، بدي أرجع أبدلها مكان صاد في المعادلة في النظام. أنه نظام اللي هو المعادلة الأولى. يلا ابدأ. فبصير 3 في 12 ناقص 2 على 3 سين تخافوش من الكسر، أيوة، زائد 2 سين يساوي 36. فك القوس توزيع، بصير 36 ناقص 2 سين. طبعا واضح ليش 2 سين، لأنه بدك تضرب 3 ضرب 2 على 3 راح تختصر معاك بصير فيها 2، زائد 2 سين يساوي 36. لما نحذف راح يطلع معي 36 يساوي 36. شو يعني؟ شو فهمت من هذا الكلام؟ ايوه، يعني ايش؟ وين قيمة س؟ وين قيمة ص؟ لاحظ معي هون لو نيجي نعلق على هذا السؤال يوجد عدد لا نهائي لهذه الحلول، لأنه طلعوا المستقيمين بهاي الحالة ايش مالهم؟ منطبقين على بعضهم البعض. ليه؟ كيف عرفت؟ لأنه طلعوا بالأخير القيم متساوية. كويس. طب افرض في معادلة من المعادلات قام طلع معي 6 يساوي 4، معناته في تناقض. إذا طلع في تناقض نقول لا يوجد حل للنظام، يعني هذول الخطين بيكونوا متوازيين وغير متقاطعين. هذه طريقة حل هذا السؤال.